دعش مشروع عامل على الأرض. نعم. وهناك مشاريع اثنين في طور يعني الإعداد التصاميم الأولية والركائز التجريبية، ومشروعين آخرين في طور التعاقد، ومشروع الأخير هناك بعض المعوقات اليوم كنا عاملين عليها اللي هو ربط المجسر الطابقين بالمعلق. لدينا بعض الحاجة إلى بعض الاستملاكات، سينطلق إن شاء الله خلال الأسبوعين القادمين، وبالتالي نكون كل الحزمة قد دخلت حيز التنفيذ خلال يعني قبل نهاية هذا العام. قبل نهاية هذا العام. نعم. إحنا الآن شهر العاشر 2023. نعم. هاي 16 مشروع، هسه ممكن واحد يخلص خلال سنة، واحد يخلص خلال سنة ونص. بشكل عام بشكل كامل 16 مشروع، إيش وقت ستنجز؟ بأي تاريخ آخر مشروع سينجز بأي تاريخ؟ عندنا مشاريع راح نفاجئ بها بصراحة، يعني خلال أشهر بسيطة، يعني خلال 3 أشهر أو 4 أشهر راح تنجز إن شاء الله. شنو هاي المشاريع؟ يعني حضرتك مثلا مشروع الفنون الجميلة مدته هو 10 أشهر، لكن وضعت خطة لإنجازه خلال 4 أشهر. نعم. بالإمكان؟ بالإمكان. 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 أيضا هناك مشاريع القناة، مشروع ساحة عدن. مشاريع فيها تقدم سريع، عمل لمدة 20 ساعة وتتوقعون الانتهاء قبل التوقيتات الزمنية الموضوعة. هناك مشاريع ستفتتح قبل نهاية الفصل الأول من العام القادم.